منصات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا زي ما بنعرفها أثرت بشكل كبير على تسريع وطأة اتجاهات الأزياء وعالم الموضة والجمال بشكل هائل. فيلي كان ينعرض على شاشات التلفزيون وينتشر بين صفحات المجلات صار اليوم قاعدة أساسية للإنستغرام والتيك توك وغيرها من التطبيقات يلي بتهتم بأنها تنشر آخر صيحات الموضة من خلال الشخصيات المعروفة عليها. فهل السوشيال ميديا غيرت عالم الأزياء والموضة الجاي للأبد؟ كل هاي التفاصيل معي أنا سهى زبن في برنامج إنفو رقمي. بيرجع سبب الانتشار الضخم والأثر الكبير للموضة على منصات التواصل الاجتماعي لأنها بتسعى لإظهار الأشياء بأفضل شكل ممكن وبأجمل طريقة عرض بتجذب جمهور السوشيال ميديا، بالإضافة للربط بين مختلف ثقافات العالم بغض النظر عن اختلافاتها. وصار في مجال أكبر لإطلاق العنان لحرية التعبير الشخصية من خلال الملابس وعالم الموضة يلي خلقت بدورها قواعد ومبادئ موضة مستحدثة لمنظور الجمال والأزياء. قبل اجتياح السوشيال ميديا عالم الموضة كان كتير من المستهلكين بيكتفوا بس بكمية محدودة القابلة للاستثمار على مدى سنوات طويلة، لأن المرأة زمان عندها استعداد مثلاً تحمل نفس حقيبة اليد لمدة 30 إلى 60 يوم بدون ما تحس إنه شيء غريب. أما اليوم تعمل منصات التواصل الاجتماعي على تشجيع فكرة عدم اعتماد قطعة بشكل متكرر، وبالتالي صارت فكرة شراء قطعة بسعر عالي أمر صعب على الجميع بسبب الحاجة للتغيير المتكرر والسريع. ومن هون طلع عنا فكرة اعتماد الفاست فاشن أو الموضة السريعة بأسعار مقبولة في متناول الإيد لجميع الناس، وكانت المنصات الاجتماعية هي أول من اعتمدها من خلال الشخصيات المعروفة عليها كوسيلة للتسويق الجديد والسريع من خلال إرسال هدايا إلهم أو جعلهم وجه إعلاني لماركتهم لتضمن جذب الناس وتحقيق أرباح من خلالهم. وحتى هاي اللحظة علامات الموضة السريعة مثل H&M وزارا وشيئن وغيرها بطلت تحتاج لأربع أسابيع لتنشر أزياءها الجديدة في كل موسم لأنها بتعتبر مدة طويلة وعملية الإنتاج فيها بطيئة جداً، وبالتالي صارت هاي الماركات تعتمد على الخوارزميات لحتى تعرف شو هي اهتمامات الشباب فيما يخص مجال الموضة وتصنعها بأقصر وقت ممكن. من بين المنصات الأبرز في عالم الموضة هي فيديوهات الإنستغرام والتيك توك القصيرة بالإضافة للستوريات، وهالشي بيظهر بكل وضوح في الهاشتاجات الأكثر رواجاً عليها مثل هاشتاج OOTD أو Outfit of the Day أو بالعربي لبسة اليوم. من خلال هذا النوع من الهاشتاجات بيهيمن صناع المحتوى يلي بيرتكز محتواهم على استعراض أسلوبهم الشخصي في الأزياء يلي بيتيح المجال لظهور عدد ضخم من أساليب الصيحات المستحدثة يلي ما بتتقيد بمعايير الموضة المتعارف عليها، وهذا بدوره بيأثر بشكل كبير على الذوق العام لأنه تأثير صناع المحتوى كبير على الجمهور زي هدى قطان، شيرين متولي، دارين الياور وتاليدا عامر وغيرهم كتير. طريقة عمل ماركات الأزياء السريعة ذكية، كيف؟ خطواتها بسيطة. أول هاي الطرق هي التعرف على الترند، بحيث بتعتمد شركات الأزياء على الذكاء الاصطناعي وبتبرمج خوارزميات التعرف على الصور لتقيم الملابس على منصات التواصل الاجتماعي، وفعلياً بيعطي الذكاء الاصطناعي في مجال الأزياء 150 سمة لكل صورة بيتم التعرف عليها، بالإضافة لتعليقات الناس وتفاعلهم على كل قطعة موضة جديدة. أما الخطوة الثانية هي الاختبار والتعلم. فمثلاً إذا كانت الفساتين المزخرفة بالزهور هي الاتجاه السائد فينتج منها عدد قليل للتجربة وبتعرض بأشكال مختلفة، وبناءً على عدد الطلبات عبر الإنترنت بتقدر الشركات هيك تتعرف بسرعة على شو بينباع بشكل كبير في الأسواق وشو بيجذب المشترين. ثالثاً اختصار طرق الإنتاج، فبفضل سلسلة التوريد الرقمية والمسافات القصيرة لحجم كميات الاحتياط في السوق فالشركات بتضاعف الإنتاج لقطع الملابس وغيرها بوقت قصير جداً.
أما الخطوة الرابعة ترتكز على الوجود في الإنترنت فقط. ما بتحتاج الموضة السريعة للمتاجر والمحلات ولا لطوابير الناس الطويلة للدفع والملابس المكدسة في المستودع، إذ ينتج فقط ما يطلب عبر الإنترنت على دفعات صغيرة. إنجاز التعبير، يمكن عرض نحو 100 قطعة ملابس جديدة يومياً على الإنترنت لحتى تضمن ظهورها للمستخدمين بشكل متكرر ومنتظم، بحيث نضل متذكرين وجود هاي المحلات الافتراضية، مقارنة بمحلات الأزياء اللي بتحتاج إنها تستنى كل موسم لتنزل الإضاءة الجديدة. على الرغم من الإيجابيات والميزات في الموضة السريعة، إلا إنها ما بتخلو من السلبيات. فمثلاً من بين السلبيات إنه الأزياء بتسبب التلوث. كيف؟ يعد القطن من أحد أهم المواد الخام اللي بتدخل في صناعة الملابس من هذا النوع الموضة السريعة، ومثل ما بنعرف بتتطلب زراعة القطن رش كميات كبيرة من مبيدات الآفات، بالإضافة للأسمدة الصناعية يلي بتتدفق بداخل الأنهار والبحيرات وبتأثر بدورها على الحياة البرية نظراً لسميتها، في حين تلجأ كثير من المصانع لأنها تستخدم خامة البوليستر كبديل للقطن في صناعة الملابس، وهي للأسف بتشكل أزمة أكبر لأنه مادة البوليستر تستخرج من الوقود الأحفوري ويلي بتتحلل ألياافه بطريقة بطيئة جداً، يلي بخليها مسؤولة ولو بشكل جزئي عن تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة للمسطحات المائية يلي صارت مكبات للنفايات الضخمة. هذا غير أنه كثير من المصانع بتستخدم الأصباغ والأملاح ومركبات تانية خلال معالجتها للأقمشة وتحويلها لقطع قابلة للارتداء، وغالباً هاي العملية بتستغرق عدة جولات من الغسيل المتوسط وإهدار نحو 53 جالون من الماء لتعالج بس رطلين من المنسوجات. من سلبيات الموضة السريعة أيضاً هي استغلالهم لظروف العمال الصعبة، وهي حقيقة غير قابلة للتشكيك وللأسف حقيقة تصنف بأنها غير إنسانية. ليه؟ المواقع يلي بيكون فيها عمالة تصنيع الملابس ما بيتقاضوا العاملين فيها أجور مناسبة من جهة، ومن جهة تانية معايير السلامة في هاي المصانع منخفضة جداً وبتكون المخاطر المهنية فيها كبيرة. بيتعرض الموظفين يلي معظمهم من النساء لجميع المواد الكيميائية المستخدمة بالتصنيع، فالدراسات أظهرت بأنه من بين هاي المواد الزرنيخ، الكروم، الزنك، كل هاي المواد ممكن يؤدي استنشاق الغبار الناتج عنها أعراض مشابهة للربو وأنواع من التهاب الرئة يلي بيعادل ضرره الضرر يلي بيتعرض المصابين فيه من المدخنين. والموضوع مو بس هيك، بالإضافة للظروف الصحية والمادية الصعبة للعمالة يلي بتكون بالغالب في الدول الفقيرة، ممكن يضطر العمال للتعايش مع إصابات العمل بدون أي تعويض أو مراعاة لهم. وبناءً على الإحصائيات، دولة أثيوبيا نموذجاً خرج منها نحو 40% من العمال في قطاع الأزياء يلي تعرضوا لإصابة واحدة بس على الأقل خلال سنة واحدة نجبت عنها إتلاف وضرر لأيديهم أو أعينهم بسبب آلات التصنيع المستخدمة. مع كل المساوئ يلي ذكرتها، إلا أنه الموضة السريعة صارت هي الأساس في أزياء الألفية الثالثة، وبالنظر لكل ما سبق مو صعب نتخيل مستقبل عالم الموضة والأزياء والجمال في ظل التكنولوجيا الحديثة والخوارزميات المبنية على البيانات الضخمة. ببساطة رح يشهد قطاع الموضة فرص أكبر وتسوق مباشر أسرع وحضور ذو تأثير أكبر. استنوني بحلقة جديدة من إنفو رقمي. سلام.